مشوار السرطان عمره ما بيكون سهل. هنا كل حد كان بيقف جنبي لحد ما خف. ابتديت اتأقلم وبقى عندي صحاب كتير. ودلوقتي انا خفيت ورجعت للفولي تاني. 57-53 هتفضل شريكة ليا. وهي 57-53 احنا مؤمنين ان دورنا ما بينتهيش عند العلاج وبس. بتبرعاتكو هنفضل نشاركهم ونشجعهم يحققوا احلامهم في المستقبل. مستشفى 57-53 رحلة علم هدفها الحياة.